السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حبيباتي ومشتركاتي الغاليات، إن شاء الله كامل نصيبكم بصحة جيدة. الحوامين نقولكم ربي يعطيكم وقفة سهلة، واللي مازال ما رهاش حامل نقولها ربي يرزقك بالذرية الصالحة إن شاء الله، يعني في أقرب وقت. جبت لكم اليوم الوصفة اللي معتمدتها في تبييض، تنعيم البشرة، ترطيب يعني كامل نقوم بها بعد الولادة مباشرة. هي وصفة اللي هي ممتازة واللي راح تعطيكم النتيجة نتاعها يعني في وقت ما راهيش طويل، لأنه كما عودنا على الوصفات أخرى يعطونا النتيجة ولكن بعد وقت. أول حاجة نحتاجه هنا علبة، لازم تكون علبة زجاجية. تاني انا كنت يعني هذه الوصفه كملت لي وراني نعاود ندير فيها من كثره الاستعمال، يعني هذه الوصفه نستعملها يوميا. فنحتاج هنا زيت الليمون، زيت اللوز الحلو، وزيت الورد، ونحتاج الجليسيرين، ونحتاج الفازلين، ونحتاج الفيتامين او. هنا راح نستعمل ملعقه صغيره تاع الجليسيرين، وراح نضيف معها زوج معالق صغار تاع الفازلين. هنا الفازلين والجليسيرين من الاحسن تشروهم من عند لافارماسي، هكا كتكون النوعيه نتاعهم ممتازه ويكونوا كذلك يعني فيهم يعني على الاحسن، يعني خير من اللي يتباعوا برا ما ناش عارفين المصدر تاعهم. راح الان نزيد نضيف، يعني كما راكم تشوفوا مادام راها جامده فما عمرتش الملعقه بزاف، فراح نضيف زي الزيوت اللي راح نضيف من كل نوع تاع زيت 3 ملاعق، يعني 3 معالق نتاع زيت اللوز الحلو، 3 معالق نتاع زيت الورد، و 3 معالق نتاع الفازلين. الفيتامين او راح نضيفوه في الاخير. هاد الوصفه ممتازه بعد الولاده. راكم تعرفوا انه بعد الولاده كامل تلاحظوا انه تغير لون البشره نتاع البطن تاعكم والارداف، ولا حتى كاين بعد تحت الابط، ولا كاين كامل في الجسم تاعها يتغير اللون. كاين اللي يبقى محافظ اللون على يعني الجمال تاعه وعلى النعومه وعلى البياض، ولكن معظم النساء يعني نقولوا احنا كميه كبيره نتاع النساء، نسبه كبيره انه يتغير اللون تاع البشره تاعهم بعد الولاده. كاين اما يصبح جاف لدرجه كبيره، كاين اللي يصبح اللون تاعه غامق. المهم هذه الوصفه تستعملوها يوميا عند النوم، وخاصه تركزوا على المناطق اللي راه فيها ظهرت عليها الاسوداد بزاف ولا راها جافه هذيك المنطقه. هنا في بعد الولاده تستعملوا بعد الاسبوع الاول او الاسبوعين. هنا انا نقوم بالوصفه، وفي نفس الوقت عفوا راح نشرح لكم على هذه الوصفه باش الفيديو ما يديروش طويل. فاول حاجه كيفاش راح ندير، انه هذه عند النوم مباشره كما قلت لكم تدهنوا المناطق اللي فيهم الاسوداد، يعني المنطقه اللي كامل فيها بقع بنيه، الابط، الرقبه، الوجه، اليدين، كامل اي منطقه عندكم تدهنوها يوميا عند النوم. وعند يعني بعد ما تديروا الحمام، يعني بعد الاستحمام، فلازم تديروا تقشير بالقهوه في كامل الجسم، سواء كان في اسوداد ولا المناطق حتى اللي ما فيهمش. اولا باش نديروا التقشير، وثانيا باش نديروا، لانه القهوه غنيه بالكولاجين اللي راها محتاجتها البشره باش ترجع يعني ما ديرش هذاك التشققات. وحتى اذا كان فيها تشققات فراح يعني هذوك التشققات راح تختفي تدريجيا. فراح نديروا انه ندهنوا الجسم تاعنا، فضروري بعد ما نديرو هذاك التقشير نستعملو فقط البن تاع القهوه، حبيبات تاع القهوه، ومن بعد نضيفو عليهم ملعقه تاع سكر ولا ملعقه تاع قهوه تاع ملح عفوا، وشويه تاع زيت الزيتون. وكلما ندخلو للحمام ولا للدوش فراح نديرو به التقشير كامل الجسم من الوجه الى الاصبع تاع القدم تاع الرجل، نديرو به التقشير، نحكو كامل، نخلو على الاقل 5 دقائق، ومن بعد نشلو وتستحمي نورمال. بعد ما تخرجي من الدوش تدهني كامل الجسم حتى المناطق اللي ما تعرضوش للجفاف ولا ما تعرضوش للاسوداد، هكذا باش تحافظي على هذيك الماده تاع الكولاجين، وباش الجسم يبقى دائما عنده اشراقه، يبقى عنده بياض، يبقى عنده نعومه، يبقى مثل الجسم تاع الاطفال. هذه الوصفه ان شاء الله يا ربي تنال اعجابكم، واللي عندها اي اضافه، استفسار، ملاحظه خلينا في التعليقات ان شاء الله. فان شاء الله يعني راح نحاول نفيدكم قدر المستطاع باي وصفه جربتها، وفقط نعتذر لاني كان من الضروري نحط لكم عده وصفات، ولكن من ضيق الوقت راح نحاول هذا الاسبوع نوفر كل طاقتي وجهدي والوقت نتاعي للقناه باش نعطيكم واحد الوصفات اللي راح يفيدوا الاطفال تاعكم. فهنا ما عليا غير نقول لكم نتلاقاو في فيديو جديد عفوا ان شاء الله، ولكن حبيباتي نتمنى تدعمونا باش تنشروا الفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي.
في لي سوشيال ميديا، عندكم في لي جروب، ولا حتى تشاركي الفيديو مع الاصدقاء نتاعك والاحبه نتاعك. هنا نخليكم في تمام الصحه والعافيه، ونتلاقى في فيديو جديد ان شاء الله. نقولكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.